7 أهداف أمطر بها نجوم الزمالك شباك الأندية الليبية خلال 5 مواجهات سابقة على المستوى الإفريقي قبل لقاء أبو سليم. ويلعب الزمالك في مدينة الجزائرية أمام أبو سليم الليبي الأحد المقبل بمنافسات الجولة 5 وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية. ونجح فرسان ميت عقبة في حسم بطاقة الترشح إلى ربع نهائي الكونفدرالية بعد جمع 10 نقاط في الجولات 4 الأولى من عمر مرحلة المجموعات. ويعتبر النجم حسن شحاتة هو أول من قص أهداف الزمالك في مواجهات الأندية الليبية. المعلم كان على موعد مع تسجيل أول هدف إفريقي في تاريخ الزمالك بتسجيل ثنائية في مرمى أهلي طرابلس بذهاب الدور الأول لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1976. وبات شحاتة هو هداف الزمالك خلال مواجهات الأندية الليبية برصيد 2، كما يمتلك الزمالك 5 أهداف أخرى في مرمى أندية ليبيا جاءت بواسطة كل من طه بصري وأحمد عبد الحليم ومعروف يوسف وباسم مرسي ويوسف أوباما الذي زار شباك أبو سليم في لقاء برج العرب بالجولة الأولى من مجموعات النسخة الجارية من الكونفدرالية الإفريقية.